تقع وفاق عربي. الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت، تتابعون من الميدان من تلفزيون مستقبل. وفي العناوين: استشهاد جندي في الجيش وجرح آخر في هجوم مسلح على مركز عسكري في بقاع صفرين. وزير الخارجية الكندي يجول على المسؤولين ويدعو لتشكيل سريع للحكومة في لبنان. الغارات الروسية والأسدية المكثفة تتواصل على إدلب وريف حلب، ومجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار هدنة. وفي النشرة تتابعونا في الرياضة: فوز صعب للتضامن على هوبس في ختام المرحلة الأولى من بطولة لبنان لكرة السلة. نعى الجيش اللبناني أحد عناصره الذي استشهد في هجوم مسلح على حاجز للجيش في بقاع صفرين في الضنية، أدى أيضا إلى إصابة جندي آخر بجروح. وقد لاقى الاعتداء موجة استنكار من فعاليات المنطقة وعلى المستوى العام، بينما نفذت وحدات الجيش عمليات دهم بحثا عن الجنات. استشهد الجندي عامر مصطفى المحمد من بلدة مشت حسن العكرية وجرح آخر عندما أطلق مسلحون النار باتجاه مركز الجيش في منطقة بقاع صفرين في الضنية. قيادة الجيش مديرية التوجيه أصدرت بيانا قالت فيه إنه خلال ليلة أمس أقدم مسلحون على إطلاق النار من أسلحة حربية باتجاه حاجز تابع للجيش، ما أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح، ما لبث أن استشهد أحدهما لاحقا متأثرا بجراحه. والجريح هو عبد القادر نعمان الذي يعالج في إحدى المستشفيات في منطقة صغرتة، ووضعه الصحي مستقر وهو ملدة فنيدق عكار. وعلى الفور عززت وحدات الجيش اللبناني من انتشارها في البلدة ومحيطها وأجرت عمليات دهم بحثا عن مشتبه بهم. قيادة الجيش نعت الجندي الشهيد وهو متأهل وله ولدان، وأعلنت أنه سيتم نقل جثمان من مستشفى مركز العائلة الطبي في مجدلية صغرتة إلى بلدة مشت حسن عكار، حيث يقام المأتم ويوارى الثرى في جبانة البلدة. إلى ذلك استنكرت منسقية الضنية في تيار المستقبل في بيان الاعتداء، وشددت على أهمية دور الجيش في حماية الوطن وتأمين الاستقرار الداخلي كمؤسسة وطنية ضامنة للجميع، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها. كما أصدر نواب المنية الضنية بيانا أكدوا فيه باسم أبناء الضنية إدانتهم كافة العمليات الإجرامية الدنيئة والخطيرة التي تعرض لها مركز للجيش اللبناني، مؤكدين على وقوف أبناء المنطقة صفا واحدا خلف الجيش والقوى الأمنية اللبنانية للحفاظ على الأمن والسلم الأهلي في الوطن بأكمله. سياسيا، أعلنت القوات اللبنانية تمسكها بالقانون المختلط، مشيرة إلى أن البعض عمده عن حسن أو سوء نية إلى التلميح مباشرة أو مواربة إلى أن القوات اللبنانية لا تعارض ضمنا استمرار العمل بقانون الستين. وأكدت القوات اللبنانية في بيان لها تمسكها وتمسك تيار المستقبل والحزب الاشتراكي بالقانون المختلط، وبالتالي رفض هذا الثلاثي العودة إلى قانون الستين. وشددت على أن القوات خاضت وتخوض أشرس المواجهات السياسية من أجل إسقاط القانون الحالي الذي يؤدي إلى تشويه التمثيل النيابي على مساحة الوطن ككل. أضاف البيان أن القوات تضع محاولة تحوير موقفها الجازم من قانون الانتخاب في سياق الحملة المبرمجة التي تتعرض لها مجددا منذ انتخاب الرئيس ميشيل عون. وأكدت أن التفاهمات الجديدة بينها وبين التيار الوطني الحر والمستقبل والاشتراكي تمتد إلى حركة أمل وحزب الله والقوى المنسجمة مع هذا الطرح في حال أرادت ذلك. واصل وزير خارجية كندا جولته على المسؤولين، وأمل في تشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت من أجل إيجاد حلول للأزمات في لبنان. في إطار جولته على المسؤولين اللبنانيين، زار وزير خارجية كندا ستيفان ديون قصر بعبدة والتقى رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، وجرى عرض للعلاقات الثنائية وسبل تطويرها. وشدد ديون على أهمية دور اللبنانيين في كندا، مشيرا إلى ضرورة مساعدة لبنان في مختلف المواضيع لا سيما المشاريع التنموية، كما تم عرض أوضاع النازحين السوريين في لبنان وكيف يمكن لكندا المساعدة في هذا الصدد. رئيس الجمهورية أكد على متانة العلاقات اللبنانية الكندية وعلى
على الدور الذي يلعبه اللبنانيون في كندا، داعيا إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية بما ينعكس إيجابا على مأساة النازحين. كما ركز الرئيس عون على التنوع اللبناني الذي أصبح نموذجا يحتذى في الدول ذات المجتمعات المتعددة. الوزير الكندي زار أيضا رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال تمام سلام، وجرى البحث في الأوضاع في لبنان والمنطقة وتداعيات الأزمة السورية على لبنان. ومن وزارة الخارجية عبر ديون عقب لقائه وزير الخارجية جبران باسيل عن صداقة كندا للبنان، مشيرا إلى أن انتشارهم في المنطقة سيكون بغية مساعدة لبنان، مؤكدا دعم بلاده. سنعزز ونقوي علاقتنا مع لبنان، وسنقوم بكل ما في وسعنا لمساعدته على استيعاب النازحين السوريين الذين يشكلون ثلثي الشعب اللبناني. ونتمنى أن يكون لديكم حكومة جديدة قريبا من أجل العمل على إنجاح الوضع الاقتصادي والاجتماعي. ونحن نعتبر أن العيش المشترك المسيحي المسلم في لبنان يشكل صورة لبنان الإيجابية، والتي تعتبر النموذج لرياح التفاؤل والتغيير التي يحتاجها العالم. الوزير باسيل أكد أن لبنان وجيشه يواجهان المنظمات الإرهابية بصلابة، ولفت إلى أن الحل الوحيد للوضع في سوريا هو الحل السياسي، معربا عن إصرار لبنان على العودة الآمنة للنازحين السوريين. وأشار باسيل إلى أن لبنان يتشارك مع كندا التنوع واحترام التعددية، معتبرا أن لبنان التعددي هو النموذج الذي نسعى جميعا للمحافظة عليه. في بيت الوسط استقبل الرئيس المكلف سعد الحريري النائب خالد الظاهر، وبحث معه آخر التطورات السياسية في البلاد. كما اجتمع الرئيس الحريري إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وعرض معه شؤونا مالية واقتصادية. وعند 5 من عصر اليوم يلتقي الرئيس الحريري في بيت الوسط المبعوث الصيني الخاص إلى سوريا شيش ياويان على رأس وفد للبحث في التطورات الإقليمية. ومساء أمس شكلت التطورات السياسية الراهنة محور الاجتماع الذي عقد في بيت الوسط، وجمع الرئيس المكلف سعد الحريري إلى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بحضور النائب عقاب صقر ومستشار الرئيس الحريري غطاس حوري والسيدان نادر الحريري وملحم رياشي. الاجتماع الذي استكمل إلى مائدة عشاء بحث في الاتصالات القائمة لتشكيل الحكومة. وفاصل ونتابع النشرة. في الميدان السوري شنت المعارضة هجوما مضادا في مناطق هسيرتها وسط حلب وشرقها، واستعادت أجزاء منها في وقت تتواصل الغارات الروسية والأسدية المكثفة على إدلب. المجازر التي ارتكبها النظامان الروسي والسوري في إدلب أبعدت الأنظار مؤقتا عن أخبار حلب المحاصرة. الطيران صعد من قصفه لمدن وبلدات ريف إدلب ما أدى إلى 3 مجازر، إحداها فاجعة في مدينة معرة النعمان، وأخرى في مدينة كفر نبل، وثالثة في بلدة تمانعة. وارتفع عدد الضحايا الذين سقطوا في إدلب خلال الساعات الماضية إلى أكثر من 100 قتيل وعشرات الجرحى بعد الاستهداف المباشر للتجمعات السكنية والأسواق والتجمعات المدنيين، تمهيدا لتكرار سيناريو حلب فيها. أما أخبار حلب فلا تزال حامية إثر سقوط المزيد من القتلى في الأحياء المحاصرة وتقدم النظام والميليشيات الموالية على أكثر من جبهة في الأحياء الشرقية لحلب نتيجة المؤازرة الجوية الروسية. وأعلنت قوات الأسد سيطرتها على المدخل الرئيسي لمطار حلب وتقدمت في حي الشعار. في المقابل شنت المعارضة هجوما معاكسا على حي الميسر شرق مدينة حلب، وتمكنت من استعادة السيطرة على غالبية الحي بعد أن تقدمت أيضا قوات الأسد فيه، كما حاصرت عددا من عناصر الأسد وميليشياته وقتلت عددا آخر. كما أفاد ناشطون بأن المعارضة استعادت حيي القاطرجي وكرم الطحان شرق حلب بعد قتال شوارع مع كتائب الأسد والميليشيات الطائفية. وإلى البحر المتوسط، أكدت وزارة الدفاع الروسية تحطم مقاتلة من طراز سوخوي 33 السبت الماضي أثناء محاولة للهبوط على متن حاملة الطائرات الأميرال كوزنيتسوف المتواجدة قبالة سواحل سوريا. يبحث مجلس الأمن الدولي الليلة مشروع القرار النيوزيلندي المصري الإسباني الخاص بإقرار مدة زمنية لوقف إطلاق النار في حلب بهدف إدخال المساعدات الإنسانية. في وقت اعتبر وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف أن طرح مشروع القرار للتصويت غير بناء.
في الدبلوماسية المتعلقة بسوريا، أعلن وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف أن بلاده ستدعم عملية جيش النظام السوري في شرق حلب ضد أي مقاتلين من المعارضة يرفضون المغادرة، وسيتم التعامل معهم باعتبارهم إرهابيين. لافروف أعرب عن اعتقاده أن روسيا والولايات المتحدة ستتوصلان إلى اتفاق في شأن انسحاب كل مقاتلي المعارضة من شرق حلب، معتبرا أن طرح مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في حلب للتصويت غير بناء. ويأتي موقف لافروف قبيل ساعات من تصويت مجلس الأمن على مشروع القرار الذي عملت على نصه مصر ونيوزيلندا وإسبانيا بعد مفاوضات طويلة مع روسيا أدخلت على أثرها تعديلات على النص الأصلي الذي كان يدعو إلى هدنة لعشرة أيام على أن يضع جميع أطراف النزاع السوري حدا لهجماتهم في مدينة حلب خلال فترة أولية مدتها 7 أيام قابلة للتجديد، وأن يسمح بتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة من خلال إتاحة مرور المساعدة الإغاثية للأحياء المحاصرة. من جانب آخر، كشفت صحيفة The Times البريطانية عن خطة أوروبية يتم تداولها للتوصل لتسوية سياسية للأزمة في سوريا تشمل إغراءات للطرفين النظام والمعارضة إضافة إلى عروض مادية. الصحيفة كتبت أن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني عرضت خلال اجتماعها مع معارضين سوريين والنظام تقديم مساعدات مالية سخية للمساعدة في إعادة إعمار سوريا. معارضون من الائتلاف الوطني كانوا حاضرين في الاجتماع مع موغريني في بروكسل، نفوا المعلومات قائلين إنه لم يتم تقديم أي عروض مالية، وما جرى الحديث عنه لا يتعدى ما يتعلق بتقاسم السلطة مع النظام السوري في إطار حكومة وبرلمان توافقيين. وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى قطر في زيارة رسمية تستمر 2 يوم في محطته الثانية خلال جولته الخليجية بعد الإمارات. نشرة مستمرة فيها بعد الفاصل. الموت يغيب الفنانة منى مرعشلي. أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان، وقد تابعتم فيها استشهاد جندي في الجيش وجرح آخر في هجوم مسلح على مركز عسكري في بقاع صفرين. وزير الخارجية الكندي يجول على المسؤولين ويدعو لتشكيل سريع للحكومة في لبنان. والغارات الروسية والأسدية المكثفة تتواصل على أدلب وريف حلب، ومجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار هدنة. عاد الهدوء إلى مخيم عين الحلوة إثر الحادث الأمني الذي شهده المخيم صباح اليوم، إذ تعرضت عناصر من القوة الأمنية المشتركة لإطلاق نار أمام مقرها في حي بستان القدس. وقد أدى الحادث إلى إصابة عنصرين بجروح، هما محمد عبد الله الملقب بالعراقي وآخر من آل جابر، نقلا على أثرها إلى المستشفى للمعالجة. وعلى الفور باشرت القوات الأمنية الفلسطينية تحقيقاتها بالحادث، وتبين أن خلفية الإشكال فردية. التقى رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة السفيرة الأمريكية في لبنان إليزابيث ريتشارد، وكان عرض للأوضاع في لبنان والمنطقة. تعليقا على ما شهدته الجامعة اللبنانية في الحدث لجهة منع طلاب مؤيدين لحزب الله زملاء لهم من بث أغاني للسيدة فيروز، قال وزير التربية الياس بوصعب عبر تويتر: بانتظار تفاصيل حادثة الجامعة اللبنانية المؤسفة، أؤكد أن لا علاقة لأغاني السيدة فيروز بها، الأمر سيعالج ويجب صون الحريات للجميع وفق القانون. أضاف: ليس كل ما ورد في وسائل الإعلام دقيق، وعلى الطلاب الذين لديهم اعتراض على أي نشاط مراجعة إدارة الكلية كونها الجهة المعنية بتطبيق القانون. عثر في بلدة البردنية في إقليم الخروب على جثة المواطن علي محمد الحاج داخل المستودع للأدوية الزراعية، وقد حضرت الأجهزة الأمنية وطبيب الشرعي لمعرفة ملابسات الحادث. غيب الموت الفنانة منى مرعشلي عن 58 عاما إثر نوبة قلبية حادة. الراحلة كانت قد دخلت عالم الفن عبر برنامج استوديو الفن في العام 73، حيث أذهلت الجميع بصوتها، وهي عرفت بغنائها لأم كلثوم، وكان لها من رصيدها الخاص حوالي 19 أغنية خاصة بها. هي الموهبة الخطيرة كما وصفها فنانون عرب عمالقة. أما أشهر أغانيها فهي شمس المغارب، وبتكتبني وبتمحيني، ولك شو عندنا.
في منطقة النويري في بيروت انهار مبنى قديم مهجور مؤلف من 3 طبقات كان صاحبه ينوي هدمه لإقامة مبنى جديد مكانه، ولم يسجل في الحادث وقوع إصابات. بلدية عبرة تحتفل بإضاءة شجرتها الميلادية في باحة كنيسة البلدة. برعاية العرق برشية صيدا ودير القمر المطران إلي حداد، احتفلت بلدية عبرة بإضاءة شجرتها الميلادية في باحة كنيسة البلدة، حيث أقيم احتفال حضره إلى جانب المطران حداد النائب بهي الحريري وفعاليات صيدا والمنطقة. كنيسة صيدا تحتفل بالعيد أكثر من أننا نحتفل بالعيد. هالوجه الصيداوي والشرق الصيداوي والجنوبي عم شوفوا كمان الليلة عبرة. أهلي أصدقائنا من كل الطوائف والمذاهب عم يحتفلوا معنا كمان بالعيد الليلة عبرة. الشجرة التي نعتز دوما بإنارتها بفرح بمناسبة الميلاد المجيد هي رمز ديمومة لبنان. بعد ذلك توجه الحاضرون إلى باحة الكنيسة وأضاء شجرة الميلاد على وقع المفرقعات والأسهم النارية. وتتابعونا بعد الفاصل. F-16 عراقية تشن غارات للمرة الأولى على مواقع داعش. في معركة تحرير الموصل شنت طائرات عراقية من طراز F-16 غارات ليلية للمرة الأولى على مواقع داعش، في وقت دمر تنظيم الإرهابي ما تبقى من أبنية في جامعة الموصل على الساحل الأيسر وانسحب منها أمام تقدم القوات العراقية المشتركة. بعدما استعادت القوات العراقية 4 قرى تابعة لناحية بعشيقة قرب الحدود الشمالية للموصل، ذكرت وكالة أعماق التابعة لتنظيم داعش الإرهابي إن 22 من جنود الجيش العراقي قتلوا خلال تصدي مسلحي التنظيم لمحاولة تقدم على قرية كنعوص جنوب غربي مخمور في جنوب شرقي الموصل، ما أسفر أيضا عن تدمير 7 عربات. من ناحية أخرى أفادت أعماق بمقتل 13 فردا من القوات العراقية وتدمير 3 عربات في حي البكر شرق الموصل، في حين دمر التنظيم الإرهابي ما تبقى من أبنية في جامعة الموصل على الساحل الأيسر وانسحب منها أمام تقدم القوات العراقية المشتركة. هذا وكشف عسكريون عراقيون في قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين أن خبراء أمريكيين نصبوا أجهزة ومعدات خاصة بإقلاع الطائرات وهبوطها الليلي لتمكين الطائرات العراقية من تنفيذ مهمات أثناء الليل. وللمرة الأولى شن الطائرات من طراز F-16 عراقية غارات ليلية على مواقع داعش في الموصل. هذا وشن داعش 4 هجمات على المناطق التي استعادتها القوات العراقية المشتركة، من بينها هجوم على ميليشيات الحشد الشعبي في منطقة الحراريات بجبال مكحول في محافظة صلاح الدين، كما شن هجوما آخر على قرية عين الحصان قرب مطار تل عفر غرب الموصل. وفي ردود الفعل رأى وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر أن الجيش الأمريكي وحلفائه الدوليين يجب أن يبقوا في العراق حتى بعد هزيمة تنظيم داعش. كارتر أوضح أن واشنطن ودول التحالف الدولي يجب ألا تتوقف عن محاربة الإرهاب بعد الانتهاء من عملية الموصل، مؤكدا أن تنظيم داعش بات قاب قوسين أو أدنى من الهزيمة. استأنف الموفد الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد جهوده في الكويت لتسويق خريطة الطريق للحل السلمي، فيما استهدفت طائرات التحالف العربي زوارق محملة بالأسلحة المهربة لميليشيات الحوثي قبالة السواحل المخا عند المدخل الشمالي لمضيق باب المندب. مساعي الموفد الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد لاستئناف مشاورات السلام اليمنية تتواصل في الكويت، مع لقائه أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي جدد موقفه الداعم لجهود الموفد الأممي ولخارطة الطريق المرتكزة إلى المرجعيات الأساسية، وذلك بعد لقاء مماثل لولد الشيخ مع وزير الخارجية صباح الخالد الصباح.
ميدانيا تتركز حملة استعادة الشرعية في اليمن على سواحل المخا ومنطقة ذباب غرب محافظة تعز عند المدخل الشمالي لمضيق باب المندب، حيث تستهدف طائرات التحالف العربي زوارق محملة بالأسلحة والذخائر مهربة لميليشيات الحوثي، كما تستهدف الطائرات مواقع للمتمردين في معسكر العمري شمال شرقي باب المندب، في وقت يشتد عنف المواجهات بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة وميليشيات الحوثي والمخلوع صالح من جهة أخرى في جبهتي الأحكوم وكرش على خط الحدود بين محافظتي لحج وتعز وعلى الحدود مع السعودية. أعلن الجيش اليمني استكمال السيطرة على منفذ علب الحدودي والجمارك وأجزاء واسعة من منطقة مندبة في مديرية باقم بمحافظة صعدة، ومنها تحرير 13 موقعا في منطقة مندبة التابعة لباقم حيث تتواصل عمليات التحرير. وفي شأن اختطاف الحوثيين 49 عاملا مصريا يعملون في الحديدة، أعلنت الخارجية المصرية تكليف سفارتها في صنعاء بمتابعة الحادث والعمل للإفراج عن المختطفين فورا، في وقت ذكرت السفارة المصرية إن المختطفين نقلوا إلى سجن حديث بمنطقة باب اليمن في صنعاء وتم إبلاغ السلطات اليمنية بذلك. تقدم رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي باستقالته إلى الرئيس الإيطالي، وذلك بعد هزيمته في الاستفتاء الدستوري على أثر تصويت غالبية الإيطاليين ضد تعديلات لتقليص صلاحيات مجلس الشيوخ لتسهيل اتخاذ القرارات التنفيذية. وتمهد الاستقالة الطريق لانتخابات مبكرة ترجح عودة اليمين إلى السلطة. ارتفعت إلى 33 قتيلا محصلة ضحايا حريق اندلع أثناء حفل راقص في الطابق العلوي من مبنى في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا. وذكر مسؤولون أن سبب الحريق لم يحدد بعد وألا شبهة بتعمد إشعاله، ولكن المحققين يريدون اكتشاف ما إذا كان المبنى تاريخ من المخالفات، وهو كان مقرا لفرقة غنائية ويعد مجمعا للفنانين في منطقة تقطنها غالبية من ذوي الأصول اللاتينية. بعد الفاصل في الرياضة، رئيس الزمالك يعلن انسحابه من الدوري المصري لكرة القدم. وهلأ الصفحة الرياضية مع صبح إبلاوي. مساء الخير مشاهدينا، نبلش من الأخبار المحلية، حيث سيطر التعادل السلبي على قمة الغريمين الجديدين بالفوتبول اللبناني العهد والنجمة نهار الأحد مبارح، ولكن اللافت بالمباراة كان حضور 12 ألف متفرج على ملعب مدينة كمير شمعون الرياضية ببيروت بختام المرحلة العاشرة من الدوري اللبناني للفوتبول. ويعتبر الصفا المستفيد الأكبر من هالنتيجة لانفراده مجددا بالصدارة بعد فوزه على الاجتماع طرابلس 1-0. وبكرة السلة اللبنانية استهل تضامن الزوق موسمه الجديد ببطولة لبنان بفوز على أرضه على مجمع نهاد نوفل بزوق مكيل بفوز على حساب الهوبس وبنتيجة 93-86. وكان الأمريكيين موريس كامب وإيرفن موريس أفضل مسجلين للتضامن ب 21 نقطة مع 7 ريباوند الأول و 8 للثاني. وأضاف أيضا الأمريكي جوناثان هولتون 20 نقطة مع 11 ريباوند، فيما كان اللبناني جاد خليل مميز جدا بهالجيم وسجل 11 نقطة مع 7 ريباوند و 7 أسيست. وسجل الهوبس عزة أي 18 نقطة بين 5 3 بوينت، وأضاف كمان علي مزهر البوينت جارد 18 نقطة مع 6 أسيست، والأمريكي داريوس جاريت 17 نقطة مع 15 ريباوند، وكورتس ميلج 18 نقطة. وكمان بكرة السلة وبمسعى من إدارة النادي الرياضي بيروت لتطوير قدرات لاعبينهم الناشئين، غادرت بعثة من النادي البيروتي إلى إسطنبول بتركيا للمشاركة ببطولة أوروبية ودية. غادرت عبر مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي بعثة ناشئي النادي الرياضي بيروت للمشاركة بأول بطولة دولية بإسطنبول بمشاركة فرق أوروبية. وبعثة النادي الرياضي اللي حتشارك إلى جانب فينربخشي التركي وأناضولو أفس التركي وخيميكي الروسي بتستمر البطولة لغاية 7 ديسمبر الحالي، وبتعتبر هالمشاركة من الأكثر أهمية لهالأعمار إذ رح تحتك بفرق أوروبية، كما قال رئيس النادي الرياضي المهندس هشام الجارودي. يعني اليوم نحن عندنا منافسة جديدة للنادي الرياضي
لشباب النادي الرياضي اللي هن من الأعمار تحت 18 سنة عم بيشاركوا ببطولة أوروبية بتركيا مع أبطال من الأعمار نفسها لتركيا ولروسيا ولغيرها. نتأمل نحن الحمد لله إن شاء الله دائما بيرجعوا ربحانين. همنا الأساسي هو المشاركة والمنافسة للأعمار نفسها مع أوروبيين ومع أبطال أوروبيين ليرجعوا إلى لبنان ويكونوا الندوة الأساسية لتعليم كرة السلة الحضارية وليكونوا بذرة النمو لأبطال لبنان بالدرجة الأولى مستقبلا في كل الأندية اللبنانية. وبتتألف بعثة النادي الرياضي من أحمد شاكر رئيس للبعثة، مروان دياب مدرب، واللاعبين أحمد سبيتي، سليم علاء الدين، علي منصور، علي يونس، زياد شعيب، جوزيف نصار، صبحي طحان، نادي هاشم، إلي داني، إسماعيل مرزوق، باسل تقي الدين، محمود عويضة. وطبعا هذه المشاركة بتأتي بإطار محاولة النادي الرياضي تطوير قدرات لاعبينه والاعتماد على الخزان البشري الكبير الموجود داخل القلعة الصفراء. وبأوروبا حقق بورتموث مفاجأة من العيار الثقيل بعد ما قلب الطاولة على ضيفه ليفربول وحول تأخره 3-1 إلى فوز 4-3 بالوقت القاتل ليحقق فوزه الأول عليه من 9 سنوات بالمرحلة 14 من الدوري الإنجليزي للفوتبول. وأعطى بورتموث يلي حقق فوزه الأول على ليفربول من أصل 10 مباريات بيناتهم 2 بلقائه الأول بكأس إنجلترا عام 1927 خدمة كبيرة لتشيلسي المتصدر وأرسنال الثاني، إذ أتاح للفريقين اللندنيين الابتعاد بفارق 4 نقاط ونقطة على التوالي عن الحمر الحاملين طبعا والحالمين بإحراز لقب أول لهم بالدوري من وقت كتير طويل. بالمقابل تواصلت معاناة مانشستر يونايتد ومدربه البرتغالي جوزي مورينيو، وذلك بعد ما فرط الشياطين الحمر بفوزهم الثاني فقط بالمراحل 7 الأخيرة والثالث بآخر 10 مباريات بعد تعادل مع ضيفهم إيفرتون 1-1. وهالتعادل الثالث ليونايتد بالمراحل 3 الأخيرة والسادس بآخر 8 مراحل. مورينيو اللي طرد نهار الأحد الماضي ضد واستهام 1-1 وغاب عن مباراة الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الرابطة ضد واستهام أيضا 4-1 تحت مزيد من الضغط، لا سيما أنه فريقه أصبح متخلف عن تشيلسي المتصدر بفارق 13 نقطة بالمركز السادس وبفارق 9 نقاط عن المركز الرابع والأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الشامبيونز ليج. عربيا، أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري عدم استكمال الفريق مسابقة الدوري بظل ما وصفه باستمرار الأداء التحكيمي الفاسد والمجاملات الواضحة ببعض المباريات الدوري لصالح منافسه الأهلي تحديدا. وجاء تصريح مرتضى منصور بعد الفوز المثير للجدل يلي حققه غريمه الأهلي على فريق مصر المقاصة بركلة جزاء مشكوك بصحتها حسب العديد من المتابعين. نذكر أن الزمالك بيحتل المركز السادس بجدول الترتيب المصري برصيد 21 نقطة مع بقاء 4 مباريات مؤجلة لألو. بالNBA أصبح نجم أوكلاهوما سيتي ثاندرز وراسل واسبروك صاحب أطول سلسلة من التريبل دبل متتالية من العام 1989 بعد ما سجل 3 تريبل دبل بآخر 5 مباريات خاضة ليعادل رقم أسطورة كرة السلة مايكل جوردن ليصل إلى 10 تريبل دبل بهالموسم ب 21 مباراة ويتفوق على كل اللاعبين ما عدا لاعب واحد هو أوسكار روبرتسون يلي سجل 10 تريبل دبل ب 12 مباراة سنة 1961. الليلة كل محبي الرياضة ملتقانا معكم بالليل ببلش الساعة 9 بحلقة من فيوتشر سبورتس، رح يكون ضيفنا مرشح الاتحاد اللبناني لكرة السلة للانتخابات الأستاذ بيير كخيا، ومن بعد نقل مباشر لمباراة النادي الرياضي اللبناني بمواجهة ميروبا بإطار بطولة لبنان لكرة السلة. هيدا كان كل شيء لهلأ، شكرا لكم وإلى اللقاء. وفي الختام يبقى التذكير بالعناوين: استشهاد جندي في الجيش وجرح آخر في هجوم مسلح على مركز عسكري في بقاع صفرين. وزير الخارجية الكندي يجول على المسؤولين ويدعو لتشكيل سريع للحكومة في لبنان. والغارات الروسية والأسدية المكثفة تتواصل على إدلب وريف حلب، ومجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار هدنة. وفي الرياضة، فوز صعب للتضامن على هوبس في ختام المرحلة الأولى من بطولة لبنان لكرة السلة. نهاية النشرة، إلى اللقاء. نريد لبنان.
ملتقى وفاق عربي.